هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من أسوان، واللي فيها تم بدء التشغيل التجريبي لمحور بديل خزان أسوان الحرة على نهر النيل أمام الحركة المرورية. في المنوفية تم تسليم 11 وحدة سكنية لأبناء دور رعاية الأيتام. كمان في دمياط تم الكشف الطبي بالمجان على 1072 مواطن في قافلة طبية، وفي الشرقية تم زراعة 609 ألف شجرة بالطرق العامة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم بدء التشغيل التجريبي لمحور بديل خزان أسوان الحرة على نهر النيل أمام الحركة المرورية، وده تمهيداً للافتتاح الرسمي له بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد ثورة 30 يونيو، وحيث إنه جاري الانتهاء من إنارة المحور بالكامل مع تركيب العلامات الإرشادية لتسهيل حركة السيارات والمركبات المترددة عليه. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية كاملة التشطيب ومزودة بكافة الأساسات اللازمة والأجهزة الكهربائية، وده ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي لأبناء دور الرعاية، حيث تم التسليم وسط أجواء من الفرحة من مستحقيها بنواحي منوف، كما إنه جاري الانتهاء من تجهيز عدد من الوحدات الأخرى ببركة السبع يتم تسليمها قريباً. في دمياط شهدت المحافظة تدشين القافلة الطبية اللي عقدتها إدارة القوافل على مدار يومين بقرية خزان عاشور بمركز كفر سعد ضمن خطة شهر يونيو الجاري اللي بتشمل عدد من القرى، وتضمنت القافلة 11 عيادة تخصصية وتردد عليها 1072 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان. في الإسكندرية انطلقت أولى ورش التصوير الفوتوغرافي لمسابقة بلسوار من شاطئ ستانلي بحضور لجنة التحكيم وعدد كبير من المتسابقين، وبيعتبر هدفها الأساسي تصوير جمال وروعة شواطئ الإسكندرية. في الشرقية أعلنت المحافظة أنه تم زراعة 609 ألف شجرة مثمرة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في البحيرة قامت مديرية الأوقاف بافتتاح 5 مساجد جديدة بمركزي أبو المطامير وبدر بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. في قنا أعلنت المحافظة الجاهزية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص 3208 مسجد لإقامة صلاة العيد بها بالإضافة للساحات، وبيبلغ عددها حوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد. في المنيا أعلنت مديرية الطب البيطري أنه تم تجهيز 38 مجزر على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق للتيسير في عمليات الذبح مجاناً للأضاحي بالمجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وده منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة والبيئة والتأكد من سلامة اللحوم.